يا هلا فيكم من جديد. إيمانا منهم بدور المواطن في حماية مجتمعه وبيئته وتفاعل مع القصور في أداء الجهات المعنية في الموضوع والذي نتج عن مقتل وإصابة العديد من أبناء وبنات الوطن في حوادث مفجعة ومتفرقة كان يمكن تفاديها في حال وجود رقابة، جودة، حسن تنفيذ وأمانة. لذلك قرر مجموعة من المتطوعين إنشاء حملة معا لنغلق حفر الموت، ويقصدون بذلك إغلاق حفر الصرف الصحي المنتشرة في بعض المدن والمكشوفة ولتعرض حياة الناس للخطر. بالبداية خلونا نتابع التقرير وبعد نتكلم عن هالمبادرات في ظل غياب حقيقة يعني بعض الجهات الحكومية بالقيام بواجبهم مش مبادراتهم. قصص حفر الموت التي ابتلعت البشر حركت تفاعلا شبابيا في المجتمع في ظل غياب جهات رسمية لردمها. في جدة وبعد أن التهمت حفرة صرف صحي، علي منشو وابنه سجلت موعدا آخر مع طالب أثناء خروجه من مدرسته. وعبد الله الزهراني بعدها لم تتوقف مبادرات الشباب تلك، سيلفي مع حفرة ومبادرات أخرى لقيت صدى وتفاعلا كبيرا. تأتي اليوم حملة معا لنغلق حفر الموت، حملة كما في بيانها تطوعية تعنى برصد فتحات حفر الصرف القاتلة عن طريق متطوعين في كافة مناطق المملكة، وتضع لوحات تحذيرية قبل إبلاغ الأجهزة المختصة لمعالجتها، وهو ما تؤكد عليه الحملة حيث لا نية بحسبها لتقمص دور الأجهزة الحكومية المناط بها والتي تعدها الحملة مسؤولة عن تأمين المدن من الأخطار المحدقة بساكنيها، فيما لا تخفي عتبا وانتقادا لبيانات براءة لجهات تتنصل من المسؤولية بعد حادث وآخر. قبل ما نبدأ بفتح النقاش حول هالموضوع، أنا أذكر بس لمجرد التذكير أنه موضوع حفر الصرف الصحي فتحنا كثير في برنامج يا هلا. بدأناها بمتابعة قضية علي منشو رحمه الله، هو وابنه اللي ذهبوا ضحية حفرة صرف صحي في مدينة جدة، ثم بعد ذلك تابعنا الحديث حول هالموضوع وتكلمنا كذلك عن الطالب عبد الله الزهراني اللي قضى بحفرة صرف صحي كذلك، وشفتم يمكن مقاطع كيف كان فاجعة أبوه بمقتل ابنه ومطالبته بمحاسبة المسؤولين. الموضوع طرحناه في أكثر من حلقة يعني، وحتى زميلنا علي فتح ملف عبد الله الزهراني الفترة الماضية وتم النقاش. العجيب والغريب في نفس الوقت أنه نفس الأعذار ونفس الطريقة، سواء المسببات لمثل هذه الفواجع هي وحدها نفسها، كذلك طريقة الردود الأفعال الباردة وطريقة تقاذف المسؤولية الموجودة عند أمانة جدة وشركة المياه الوطنية العجيبة الغريبة ما زالت موجودة بنفس الطريقة. طبعا تواصلنا مع أمانة جدة يعني في فترة في خلال الفترة الماضية، وحتى يمكن أمين جدة قبل أسبوع طلع في جريدة عكاظ لم تخن الذاكرة وذكر أنه لا علاقة لنا بالموضوع، هي مسؤولية شركة المياه الوطنية، وشركة المياه الوطنية نائمة ولا تحركت ولا أبدت حقيقة يعني هل هو دورها اللي مفترض تقوم فيه مقصرة، اعترفي بتقصيرك لكن عالجي الخطأ، أو لا مش مسؤوليتك، مسؤولية الأمانة احنا ما ندري. كون لجنة لما علي منشو توفي وابنه يعني، وننتظر نتائج هذه اللجنة، وإلى الحين ما بعد صار شيء. عبد الله الزهراني أتى بعد هذا الموضوع، المسلسل قاعد يتراكم يعني وما زال يتواصل، وحلقاته كثيرة مملة مو مملة، حتى تعرض حياة ناس للخطر وهل ننتظر ضحايا قادمين. هل الموضوع للأسف يعني في ظل هالتقصير من هالجهات الحكومية شيء جميل يعني في ظل هذا يعني الألم أن يكون في مبادرات حقيقة يعني تطوعية رائعة جدا من مجتمعنا الملتئم، مجتمعنا اللي فعلا فيه يعني نماذج ومبادرات ترفع الرأس فوق حول هالموضوع في ظل تقصير هالجهات وتقاذفها للمسؤولية من جهة إلى جهة. حملة يعني حفر الموت واللي قاموا بدورهم معنا
احد مؤسسي الحمله وهي السيده عزيزه اليوسف تتحدث عنها. حياك الله استاذه عزيزه. يا هلا وسهلا. خلينا نبدا في البدايه، يعني اعطينا فكره عن مجموعتكم، عن مبادرتكم وعن اهدافكم اللي تبون توصلون لها. والله الحمله هي بدات طبعا بعد موت الله يغفر له ويرحمه الطالب عبد الله الزهراني. طبعا احنا تالمنا كثيرا وتابعنا وتابعنا برنامجكم وبرامج اخرى عندما توفي الدكتور علي الله يرحمه هو وابنه، وكانت فاجعه فعلا للمجتمع، وتوقعنا انها يعني شيء لن يتكرر بهذه السرعه. وعندما تكررت يعني في فتره بسيطه تكرر حادث المرحوم عبد الله الزهراني، يعني مسنا بشكل غير طبيعي. يعني المجموعه اللي تجمعت وعملت الحمله كلهم في شيء يجمعهم، انهم هذيك الليله اللي طلع فيها الشريط ما قدروا ينامون. الشريط اللي الاب يصرخ ويقول يا عبد الله، يعني المجموعه كلها كان محزن، كان محزن جدا ومؤلم، وانه الواحد يشعر بالعجز. طيب وش اقدر اسوي، وش اقدر اسوي لهذا الاب وغيره، وهل هي نهايه بس، هل هي بس هل مشكلتين، ولا بيجي شيء في المستقبل. فسوينا الحمله هذه. الحمله تتكون من كذا يعني ذراع لها. احنا عملنا حساب في تويتر، وعملنا الويب سايت في الموقع، والموقع طبعا غني لو ما ادري طلعتوا عليه ولا لا، بحيث انه فيه مجال انك تبلغ من خلال سواء الموقع او تويتر اكاونت، وترسل لنا صوره الحفره والاحداثيات حقتها. فاذا ارسلت، طبعا طلبنا متطوعين لان احنا مجموعه صغيره اللي ابتدأناها، يعني لا نتعدى العشرة اللي بدأناها. فطلبنا متطوعين من خلال التويتر اكاونت، يعني استدعينا انه نطالب الشعب، يعني الشباب السعودي والشابات السعوديه تساعدونا. طبعا نحتاج شباب اكثر، لانه نحتاج الشباب للمجال الميداني، لانه انضم لنا فريق ممتاز من الشرقيه، من طلبه من الشرقيه. فعلى طول ثاني يوم انضموا لنا. الان قمنا بانتاج او يعني على حسابنا الخاص اشياء للوحات انذار، شبوك عشان تسكر الحفلة على ذي على الأقل بشبك لحد ما تجي ما تكون مفتوحة. لكن الغريب أنه اللي جتنا كميات الحفر اللي جتنا مهولة. يعني اليوم بس جانا حفرة، يعني أنا ما عندي مشكلة بقول الموقع، يعني في محل في الدماء في الخبر، يعني منطقة مرة راقية قدام مدارس الفيصلية، حفرة مميتة، يعني نفس الموضع مكشوفة وعندي الصورة لو في مجال أحطها، بس ما في مجال أطلعها من تويتر عندي. احنا بنعطيهم حسابك في تويتر تتابعون. اسم الحملة حفر الموت. حفر الموت على تويتر. اي على تويتر. الصورة يعني أي مطر بيجي الخبر وتتغطى الحفرة هذه حتلتهم عشرات، ما راح تلتهم واحد ولا اثنين، لأن الحفرة مرة كبيرة وقدام مدرسة. وجانا يعني الآن نحاول إن احنا نحط الإنذار ونغطي. الشق الثاني إن احنا نتعامل مع الدولة. احنا نحاول نعرف هذه تبع مين، الحفره هذه تبع مين. طبعا في حفر طلعت انها تبع مجمعات تجاريه وتكلمنا معاهم وصار في تفاعل وغطوا فعلا، يعني راحوا وغطوا، صارت في المواقف حقتهم او في كذا وغطوها. بس حتى التغطيه اللي غطتها المجمعات التجاريه بدائيه جدا، يعني اذا جاء مطر قوي ولا شيء ممكن تروح. فيعني احنا نبغى حلول. يعني طيب خليني اسالك بيبي بصراحة، يعني هل هذه المبادرة منكم حفر الموت جاءت كمبادرة اجتماعية فعلا مشاركة في المجتمع، والشيء اللي خلاها يعني تتحمسون أكثر هو قصور الجهات المعنية في الأمر أن تقوم بدورها واجبها؟ ونسشت في البداية، يعني ما شاء الله دور أمانة جدة على سبيل المثال ولا شركة مياه الوطنية. بالضبط، هو لولا القصور ما نتجت هذه الحفر أصلا ولا وجدت. والمفروض انه حتى اذا يعني يكون لجنه من الجميع، من البلديه على المياه على الامانه على كذا، وتسوى شيء لدراسه هذه. احنا الحين حنسوي بلاغات وبندور على المحل نسالهم هذه تبعكم ولا من تبعكم. ما تدروا من تبع؟ ما ندري، بنقعد ندور لحد ما نلقى من هي تبع عشان نقدر نغطيها. بس في الوقت الحالي قاعدين نغطي بطرق مره بدائيه واعلانات، يعني نرجو انها على الاقل تنقذ روح. لكن في الحقيقه ما عندنا الامكانيات. احنا معنا في الحمله مهندس متخصص سوى دراسة عن كل الأغطية اللي ممكن، حتى يعني واحدة من الشكاوي المضحكة إنه العمالة تسرق الأغطية، يعني الأغطية إن إحنا نحطها بس العمالة تسرقها. طيب في حل بسيط، في أغطية بقفل، في حل ثاني إنه الغطاء تحت الشبك، في حلول هندسية كثيرة. يعني لما تعاملنا مع المهندسين، حتى أذكر يوم أمانة جدة واحد اقترح فكرة كانت ممتازة، يعني لا احنا عندنا مهندس يعني جاب لنا أفكار يعني فظيعة يعني لا تقضي على السرقة، تقضي على حتى لو لأي سبب، مثلا المطر جرف ذا مع أنه صعبة، بس لنفرض أنه جرف، في طرق تحطها جوا الحفرة عشان لو
ده ما يصير. ففي طرق، واحنا الحمد لله دوله يعني غنيه ودوله نفطيه، المفروض انه عندنا كل يعني طيب الامكانيات. طيب انت قلت المفروض. طيب انت دوركم يعني هل تخاطبتم مع الجهات المعنيه؟ والله اتكلم بالتحديد الامانات، يعني سواء امانه جده ولا حتى امانه الأمان او حتى شركه المياه الوطنيه. احنا الان عندنا نشتغل على بنك المعلومات عشان نحصر، وان شاء الله الحفر واحداثياتها وش سوينا. ومن يوم الاحد عندنا شاب متطوع في كل منطقه حيحاول انه يدور بمجهوده، لانك تعرف احنا المتطوعين معنا موظفين. كم عددكم تقريبا؟ الى الان يمكن وصلنا ل 25. 25 على مستوى المملكه؟ على مستوى المملكه، يعني يعتبر قليل جدا. إيه؟ فاحنا من هالمنبر ننادي الناس ينضموا لنا. احنا بنقول بالعكس المبادره حلوه، لأنه حتى يدخلوا، لانه نحتاج كثير. يدخلوا يعني على حسابكم في تويتر حتى اذا بدانا نحط. وبعدين كلهم موظفين، يعني كل اللي انضموا معنا يا موظفين يا طلبه، فعشان يقدر يروح يراكض في الوزارات لازم ياخذ اجازه بعد ويروح. فيعني زي فريق الدمام كلهم طلبه، فيقول لك ما راح اقدر اراكض في الوزارات، انا حروح امن وكذا، لان التامين بيكون وقت العصر وقت كذا، لكن دبروا لكم احد ثاني يامن يراجع الوزارات. فيعني هي عبء كبير، ولكن يعني احنا لو ما حصلنا من هالحمله الا ان احنا يعني نحط نور قوي على وش طيب الحفر اللي موجوده. هذا نقطه الضوء هذه اللي انتم يعني بتحدثونها بمبادرتكم. السؤالي ارجع لسؤالي مره ثانيه، الجهات المعنيه في الموضوع لازم تتحرك بعد ما تحصلون. طيب انتم الحفر الحين حنروح لهم، ايش بتسوون؟ بنروح لهم وزاره وامانات مأمانات، ونحط معامله بالحفره وكذا، وحنتابع المعامله مع الامانه او مع وزاره المياه او مع المجمع التجاري او مع المسؤول، لما نحدد منه المسؤول عن هالحفره حنتابع معاه الى ان نرجو انها تتغطى. طيب اذا جوكم قال لكم انتم جهه غير رسميه وغير مصرحه، ممكن هذا عشان احنا ما ندري، وهالسوالف تخليهم ما يتجاوبون معكم؟ والله عاد احنا اهالي يعني حريصين على اطفالنا وعلى شبابنا وعلى، فالى الان على قولهم بنقطع الكوبري لما نوصل له. الى الان ما بعد احد قال لنا كذا، بس لا تنبههم. طيب وش الصعوبات اللي تواجهكم الحين يعني في عملكم، وليش تتمنون انكم تقضون عليها؟ والله الصعوبات احنا نبغى متطوعين، مره محتاجين متطوعين. يعني البارح انا في الليل طلعت انا وواحده من الزميلات، احنا اللي غطينا الحفره واحنا اللي سويناها، لانه ما عندنا احد بصراحه. فمحتاجين متطوعين، يعني هو التطوع يعني فكره العمل التطوعي في المجتمع يجب ان يعني تنمو. يعني الكل متعاطف والكل متالم، ولكن الكل يقول سووا انتم ونا بنقعد نتفرج، ما راح ينفع كذا. لازم العمل التطوعي يعني يعرف الجميع انه اوكي في تقصير، احنا لازم يعني نحاول انه هذا التقصير يحل، نوجد حل له. بدون العمل التطوعي ما يعني بنقعد على قول الاولين على طمام المرحوم. انا اقول شكرا لكم، عندنا نماذج مشرقه الحقيقه بهالشكل، واللي تقوم بدورها من غير اي يعني دوافع غير انها تريد ان تخدم المجتمع وتقدم شيء لوطنها. شكرا، يعطيكم العافيه، اتمنى لكم التوفيق، واتمنى كذلك المتطوعين والمتطوعات المهتمين بهالجانب انهم يشاركون مع يعني الاخوه في حفره الموت. انتم في تويتر يكتبون في تويتر حفره الموت ويطلع لهم الاكونت حقكم. طيب انا سلمت الاكونت وكل شيء للمعد، يعني ممكن اذا كان امدانا طلعناه، لكن اذا ما هذا فتوجه حفره الموت تلقونها في تويتر. بعد أشكر بعد اللي سيلفي مع حفرة، يعطيهم العافية، اللي كان عندهم مبادرة بفكرة جميلة حتى للموضوع حتى تتم إزالتها، كان عندهم دور، افتحوا هاشتاج شباب جدة وقاموا بدور كبير. بس بقدر ما هالأمور مفرحة أنه وجود مبادرات حلوة من شبابنا وشاباتنا، يعني فبقدر ما هناك أمر حقيقة محزن وفي نفس الوقت والله انه مخزي، ان يكون فيه تقصير من جهات حكوميه معنيه بهالموضوع. هذول جو بمبادره لا يرجو من ورائها يعني جزاء ولا شكورا، دافع من داخلهم يتطوعون يقدمون. انتم هذا واجبكم اللي ولي الامر الله يعطيه العافيه طول عمره، يعني مسؤوليه يعني في اعناقكم امام الله سبحانه وتعالى، ادوها، مو بتتقاذفون المسؤوليات من بينكم. انا اتكلم بالتحديد على الامانات يعني والشركة المياه الوطنية، حلوا لنا موضوع الحفر، ارحموا والديكم، لا يروح شبابنا وأطفالنا، يعني حقيقة ضحية هالحفر، وحنا ما زلنا يعني ننتظر وننتظر. خلونا فاصل قصير نطلع ثم بعد ذلك نواصل معكم.